بترد ايه ساعات على الاشاعات اللي ممكن تطلع تقول ان طارق مثلا على بيحصل بينه خلافات كتير مع المخرجين في الاعمال؟ هل ده صحيح؟ خالص على الاطلاق. انا يعني لما بيجي لي اي عمل بقرا العمل ككل، شوف بيقول ايه، احنا هنقول ايه للناس. انا مش معترض على اي شكل من اشكال الدراما، ولا معترض على حريه الابداع كمبدا، لان انا مبدع ومع حريه المبدع. لكن لازم نسال نفسنا احنا بنعمل ده ليه؟ عايزين نقول ايه للناس؟ نعمل كوميدي، تراجيدي، ساسبنس، اكشن، اي شكل من اشكال الدراما، بس في النهايه بنقول ايه؟ بنعمل ايه للناس دلوقتي؟ ده انا ما عنديش وسيله اخرى اعيد صياغه عقول وجدان الناس بيها بما يلائم المرحله دي الا الدراما، اخطر وسيله. يعني مع شديد احترامي، الشيخ في الجامع بيوعظ كام؟ عشرات مئات الاف. القس في الكنيسه بيعظ كام؟ نفس الحكايه. حضرتك كإعلامي من خلال برنامج أو إلى آخره، لكن المسلسل الدرامي بيصل لملايين الملايين من الناس وبينتشر كالنار في الهشيم، وصورة مؤثرة جدا ومباشرة جدا، لأننا كشعب مصري وعربي بنعشق الحدوتة وبنتأثر بالصورة أكتر وأكبر. طارق، في أعمال عملتها في حياتك لمجرد الظروف المادية؟ نيفر، ولا عمل. حتى لو كنت محتاج فلوس؟ ولا عمل. ولا عمل. وانا طب اقول لك على حاجه، ممكن محدش ياخد باله من الحكايه دي، عشان انا يمكن بظهر في برامج كتير ومتحدث رئيسي في كثير من المؤتمرات والندوات، واكيد بتتصور بتنزل على السوشيال ميديا وبيقطعوا منها حاجات وبتعمل مشاهدات كبيره، فالناس مش حاسه ان انا اخر عمل درامي قدمته سنه 2012 اخت تريز، اخر عمل اجتماعي القضاء عظماء كان 2016 و2017، كان سبع حلقات وسبع حلقات لكن 11 سنة أنا ما قدمتش بعيد، وأكيد مريت، ماليش مهنة تانية، وأكيد مريت بظروف مادية صعبة جدا جدا. الله، احنا اشتغلنا مع بعض بقى أخت تريز. بالظبط. أنا كنت في مسلسل ده. مش جرح. مظبوط. كنت ضيف طبعا. كنت ضيف فيه. أنا خدت جايزة بالمناسبة أحسن تمثيل في مونديال العرب 2012 عن دوري في المسلسل ده. كان بيتكلم برضه عن مسألة الوحدة الوطنية. بتحب شخصية مين أكتر، عبد الحكيم عامر في نصر 56 ولا سيد درويش في زمن عماد الدين؟ الاثنين بحبهم جدا، والاثنين اولا شرف لاي ممثل انه يشتغل فيلم زي ناصر 56، كاتبه الكاتب الراحل العظيم محفوظ عبد الرحمن، واخراج المخرج الكبير محمد فاضل، ومع العبقري احمد زكي، فشيء يعني شرف كبير وبصمه في تاريخي. يعني سيد خالد الذكر سيد درويش طبعا لما قدمته من خلال مسلسل زمن عماد الدين، كان تاليف الاستاذ عبد الستار فتحي واخراج المخرج الكبير هاني لاشين صديقنا الحبيب. فطبعا وانا كنت اول واحد على فكره يجسد دور سيد درويش في التلفزيون. صحيح. يعني يمكن كرم مطابع الله يرحمه قدمه في السينما، محمد نوح عمله في المسرح، انا كنت اول واحد، يمكن جه بعد كده ايمان البحر درويش عمله في مسلسل اخر يعني.